لاعبين مثل ما تكلمنا ولاعبين اثنين، علي جميل راح يكون، محمد جميل العفو موجود وعلي فاضل. نعم. فالتشكيل بانسجام عالي ب يعني لاعبين مميزين، فان شاء الله نشاهد مباراه جميله. بس عندنا نقطه، كل المنتخبات الحاضره في بطوله اتحاد غرب اسيا نذهب مباشره الى ملعب جذع النخله، حيث الان نزل المنتخبان العراقي واليمني، وسنستمع الى النشيد الوطني لكلا البلدين. سيداتي سادتي، والآن مع النشيد.